احلى تحية ترجية. اليوم مش نحكيه على دوري ابطال افريقيا، الترجي الرياضي التونسي وحظوظ الترشح بالنسبة لمولودية الجزائر بالنسبة للزمالك المصري. هل انه ترشح الزمالك المصري سوف يكون مفيدا للترجي الرياضي التونسي؟ هل انه ترشح مولودية الجزائر سوف يكون في الترجي الرياضي التونسي؟ ايجابيات وسلبيات كل من زوز فرضيات. مش نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والهزيمة ضد الفريق السنغالي في الجولة الفارتة، مش نحكيه على الحاجات هذه الكل، مش نحكيه زاد على قناة الزمالك المصري. باش نقول بالذات باش نحدد انه الناس المشرفين والناس المقدمين اللي يطلعوا في الاعلام المصري وخاصة بالتحديد قناة الزمالك المصري، وشنو الفرق بينهم هم وبين جماهير الزمالك المصري اللي اصلا جماهير الزمالك اغلبها تتبرأ من الحاجات اللي قاعده تصير على قناه الزمالك، وانه الحاجات هذه قاعده تصير لنادي الزمالك اكثر منه انه قاعده تفيد ولا تعطي في ضغط ايجابي لفريق نادي الزمالك. بعد مباراه تونغيت السنغالي فما زوز احتمالات، فما زوز فرضيات، فما ناس خافوا من الهزيمة ذي وتبادرت الأذهان ورجعت الناس بالتفكير متاعها لمباراة شبيبة القبائل عم ناول في الجزائر اللي ما عطيناهاش قيمة، لكن بعدها هي الترجي الرياضي التونسي شهد عدة نتائج سلبية. بالعكس فما ناس أخرين يشوفوا اللي نتيجة جات في وقتها، خاطر فما خلينا نقول بين قوسين فما غرور بدا يظهر في المجموعه والجماهير، الناس اللي تحكي على اللقب انه روح على الباب السويقه، فما ناس تحكي على الدور النهائي، فما ناس ما نعرفش شنو هو، فما ناس يقول لك يا سيدي الهزيمه هذه حطت لنا سخينه في القاعه، تخلينا نخدموا بجديه القدام. نرجع ونقول رايي الشخصي هذا انه الترجي الرياضي التونسي هذه السنه لم يكن وليس بعد من الفرق المرشحة للفوز بهذه البطولة. يعني كل ماتش نلعب الماتش متاعنا، كل دور نعطيه القيمة متاعه ونركزه في الماتشات متاعنا، وكل مباراة هي مباراة كأس. مباراة تونغيت السنغالي تميزوا فيها أعتقد زوز حاجات، ولا زوز حاجات كانوا ظاهرين للعيان اللي هما حراسة المرمى ومحمد علي بن رمضان. خلينا نحكيه على حراسة المرمى، هل انه ديما نحكيه هل انه وفرضيات، خطر الكرة ماهيش علم صحيح، وديما القرار الاخير يرجع للادارة وبوجه الخصوص الاطار الفني. حراسة المرمى فما ناس يقولوا هذا كف به فاروق بن مصطفى، خاطر أمانة وصراحة فاروق بن مصطفى الغلطات هذه لازم يعرف انه الغلطات هذه في الادوار القادمه الزلقه بفلقه الحارس لازم يكون يساعد اكثر من انه يكون نيجاتيف، انه يعطي كود ما مساعده للفريق نتاعو، ما يخليش الفريق نتاعو يرجع ويلعب باش يغطي الاغلاط بتاع حارس المرمى. هل انه عوده معز بن شريفي الى حراسه المرمى هل انه قرار صائب؟ هل انه الاداره باش تواصل الاعتماد على فاروق بن مصطفى في المغامرة الإفريقية؟ احنا ديما نقول ان شاء الله الخيارات مهما تعددت ان شاء الله كلها في مصلحة الترجي الرياضي التونسي، يشد فاروق ولا يشد معز، ان شاء الله اللي يشد يكون حاضر ويخدم الترجي الرياضي التونسي ويرجع بحاجة إيجابية للمجموعة. بالنسبة لمحمد علي بن رمضان هدف ممتاز جدا. محمد علي بن رمضان حكيت قبل وحكيت في الفيديو اللي بعده وديما نحكي وش نحكي في المستقبل، محمد علي بن رمضان مستقبل الكرة التونسية، مستقبل وسط الميدان الترجي الرياضي التونسي والكرة التونسية بصفة عامة بطبيعة إذا يواصل في المنوال هذايا ويكمل يخدم على روحه. حاجة أخرى زاد لازم الإطار الفني يرد باله ويوصي محمد علي بن رمضان، لأنه شفنا بصراحة عام ناول محمد علي بن رمضان كان فيزي كان الاقصاء نتاعو في مباراة الزمالك المصري في القاهرة اثرت برشا على الترجي الرياضي التونسي، ونتذكروا الناس الكل كيفاش كان الاقصاء، تحس انه الحكم كانت عنده توصيات ما ندخلوش في النوايا انه باش يقصي محمد علي بن رمضان، لانه الاكسيون والحركة كانت بين زوز لاعبين، ملاعبي من الترجي وملاعبي من الزمالك، محمد علي بن رمضان لا ناقه له او جمل في الاكسيون اللي صارت هذيك وخذيها ورقه حمله. دونك محمد علي بن رمضان لازم نوصيه وزاد اطار فني نوصيه هو انه يكون راكز في الملعب، نتجنبوا الاوراق الصفراء والحمراء لانه ما نعرفوش افريقيا والخفايا والاسرار تاع الكره الافريقيه. نجيو توا
للرهان، للحوار، للموضوع اللي أسال الكثير من الحبر في الأسبوع هذايا، الترجي الرياضي التونسي انه الفير بلاي، انه هل انه باش يعمل تعادل، باش يفوز الترجي الرياضي التونسي، باش يخسر مع المولدية. الكثير من وجهات النظر وبرشا حديث وبرشا كومنتارات، والناس الكل تحكي، خاصة من جانب قناة الزمالك المصرية اللي شفنا حاجات صراحة لا تشرف لا الكرة المصرية ولا تشرف نادي الزمالك ولا تاريخ نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك المصري. قناة الزمالك قاعدة تسيء إلى نادي الزمالك المصري، لا أدري بصفة مقصودة أو غير مقصودة، لكن اللي قاعد يصير وقاعدين نشوفه فيه وقاعدين يوصلنا حاجة غريبة جدا. فما برشا ناس يحكيوا في انه المولديه يساعدنا انه تترشح المولديه ونقصيو الزمالك، لانه الزمالك باش يتحول في الادوار القادمه ويولي منافس جاد على اللقب عكس المولديه. انه مع احترامنا لنادي مولديه الجزائر، شفنا مردوده المتواضع، شفنا انه كانت عنده مباراه حياه او موت في الجزائر ضد الزمالك المصري وخسر على ارضيه الجزائر. ما نتصورش انه مولديه الجزائر حتى اذا مر الى الدور القادم سوف يمر، او اتصور واعتقد ان مولديه الجزائر في حاله مرور القود الى الدور القادم باش تروح مولديه الجزائر من الدور القادم، هذايا لا نقاش فيه مهما كان اسم المنافس. بون، كصداقات كعلاقات تاريخيه مع الاخوه في الجزائر، الناس الكل تحب الجزائر، الفريق الجزائري تتعدى، كمعزه خاصه بينا وبين جماهير مولديه الجزائر، انه الناس فما برشا ناس تتمنى مرور مولديه الجزائر. فما وجهة نظر اخرى نتصور فما برشا ناس ما حكاوش عليه، انه هو مرور الزمالك المصري كيفاش ينجم يخدم الترجي الرياضي التونسي. به الزمالك المصري اذا يترشح في المرتبه الثانيه في صوره هزيمه مولوديه الجزائر وفوز الزمالك على نادي تونغيت السنغالي في القاهره. الزمالك المصري نجم يخدمنا اذا ترشح باش يلعب لواحد من رؤوس المجموعات الثانيه، يعني الزمالك يتعدى بكل صراحه ينجم يتيح بالاهلي المصري، ينجم يتيح بالوداد، ينجم يتيح بسان داونج، فما فرضيه. لكن في حاله مرور مدير الجزائر لا اعتقد انه فما فرصه انه مدير الجزائر باش يريحنا من المنافسين هذوما اللي ذكر اللي سبق وذكرتهم، اللي هما الاهلي المصري، الوداد، سان داونج. ما نصورش المولديه فما مجال او احتمال انه المولديه سوف يقف في طريق هذه الفرق، يعني ممكن الزمالك المصري كي يترشح ينجم يطيح من واحد من الفرق هذيا. معنويا نفسانيا احنا سناء احسن من الزمالك المصري، متفوقين عليهم ذهابا وايابا، فممكن نتصور في الناحيه هذه يولي ترشح الزمالك المصري قد يخدم مصالح الترجي الرياضي التونسي. سواء ترشح الزمالك المصري او ترشح فريق مولوديه الجزائر، احنا اللي يهمنا ومش لازم نحكيوا فيها هذا، لكن لازم نذكروا الناس الكل انه الترجي الرياضي التونسي دائما ما يحترم قواعد اللعبه. الترجي الرياضي التونسي مانيش نحكيو في لغه البطوله العربيه، من شنو ممكن تصير حسابات ممكن ما تصيرش، ما نعرفوه، ديما احنا نحترموا فير بلاي. ومبروك اللي باش يترشح معانا للدور القادم. حاجه واحده برك انه قاعدين نشوفوا فيه في قناه الزمالك المصري حاجه صراحه لا تليق بسمعه نادي الزمالك المصري. الناس اللي قاعده تطلع في الميديا وقاعده تحكي في قناه الزمالك حاجه تردد، حاجه ما تشرفش، لا تشرف للجانب المصري ولا الجانب التونسي، قاعده اساءات بالطول والعرض واتهامات بالجمله. ان شاء الله الناس اللي في مصر ولا الناس الغيوره على جماهير الزمالك المصري تضع حد للمهزله اللي قاعده تصير في القناه نتاعها. وحظ موفق للناس الكل، ونرجع نقولوا اللي افريقيا قاره صغيره زوز بيوت وصاله، السنه ممكن طلعوا الزمالك، العام الجاي ترجع الزمالك تطلعنا، هذا اللي صار عام ناوي طلعونا الزمالك، السنه فزنا عليهم، العام الجاي يربحونا، العام الجاي تطلع المولديه، ماناش هاربين من بعضنا، العام الجاي باش يصير ماتشات اخرين، وقادم السنين باش تكون اكثر مواجهات، ولكن ما يقعد الا التصريحات اللي قاعده تصير اللي لا تشرف لا الكره لا نادي الزمالك المصري ولا الكرة المصرية بصفة عامة. إن شاء الله بعد المباراة نتقابل وتكون وقتها حصل ما في الصدور وكل يد شدت أختها، وقتها نحكيه على الدور القادم ونحكيه على القرى ونحكيه على قادم المشوار بالنسبة للترجي الرياضي التونسي.